هاي بحكي معك قدرة الأغلى من سكان منطقة عين الحلوة. هاي عايشين فيها احنا هون على أبانا وجدادنا من 90 سنة. أنا مواليد 67، عمري تقريبا 52 سنة وأنا عايش في هالمنطقة، يعني قبل ما أجي دولة إسرائيل هون. ما منعينا شجر ممنوع، غرب بنا ممنوع، مي ممنوع، كهرباء ممنوع، كل الخدمات ممنوعة. بالعلم احنا شعب محتل، وشعب محتل الحكومة مسؤولة عنا، أي حكومة أي دولة مسؤولة عنا، ومش إسرائيل مش معترفة فينا نهائيا. عندنا أطفال بدنا نعيش في أرضنا وأفأمن وأمان، احنا وهم زي ما هم بنوا، أنا بدي أبني وأعيش، احنا وهم. وين بدي أروح؟ وين بدي أطير؟